احنا حصلنا ثاني بالمشاركه ثاني على اسيا. يعني هالمره لازم احنا نبحث عن المركز الاول. لا له هاي ضغوطات. لا لا هاي انا اعتقد هذا احنا ثاني واكو ناس ما راضيه. احنا ما لنا علاقه باللي راضي واللي ما راضي. احنا لو نجيب اول اكو ناس يجوز ما راضيه، ممكن اكو ناس ما راضيه. احنا ما لنا علاقه. احنا اول شيء الطريقه اللي جاي نعمل بها الكل يعرفها. شنو الطريقه اللي جاي نعمل بها؟ لا مو الكل يعرفها، ممكن الاتحاد يعرفها. يعني انت تعرفها يعني بس مو الكل يعرفها. تعرف انت بالسابق شلون كانت تدار الفئات العمريه؟ انا ما اريد اتكلم اكثر من هذا. زين. اي وبالوقت الحالي شلون تدار الفئات العمريه وصناعه اللاعب؟ زين. احنا شو نقول؟ نقول اذا تقصد على التزويد، ترى لحد اليوم اكو نجوم واكو لاعبين دوليين سابقين لحد الان يقولون نتحدى اذا ماكو تزوير بالمنتخبات. هسه هذا انا هذا الموضوع ما اريد اتكلم به نهائيا. اذا اكو شيء يعني هذا ممكن يروحون للاتحاد ويبحثون به بطريقه يعني مهنيه وبطريقه قانونيه، يعني هذا الشيء. لكن انا جاي اتكلم عن الشيء القانون، الشيء الفني يعني للاعبين، انه احنا صناعه اللاعب تحتاج وقت آدم. وهذا الوقت احنا يعني جاي ما ناخذه بصوره مميزه، لان احنا اصلا بالعراق نعاني ما نعاني، يعني ظروف الوضع البلد، يعني مثلا ملاعب تدريب، هذه الامور احنا ما متوفر لنا مثل ما متوفر مثلا بالصين، مثل ما متوفر بالدول. هسه احنا كنا بالصين وتايلند، يعني شفنا الامكانيات اللوجستيه اللي موجوده عندهم، يعني ما حد يفكر بشيء اسمه ملعب تدريب. احنا نفكر بهذه الامور بصراحه.